يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى: وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، هل يمكن الاستدلال بهذه الآية على أن عمل المرأة يختلف عن الرجل في الحياة، فكل له مجاله الذي خلق له؟ فسرتها الآية التي بعدها يا أخي: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يكون هذا معنى قوله شتى. نعم، أي مختلف. نعم.